ده واقف دايما معانا في ايام المحن، ايام ما تخلى عنا جميع العالم الغربي، العالم اللي هو عايز يستعمرنا والعالم اللي عايز يمس الوطن، اللي وقف معانا دايما في تاريخنا كله كان اخواننا من روسيا ومن الاتحاد السوفيتي السابق، من اساس دورهم معانا في 56 وفي نهايه السد العالي وفي عهد بناء الجيش بعد حرب 73. فاحنا النهارده بنعتبرهم بالظبط زي ضحايانا، يعني ضحايانا اللي راحوا ماتوا قدر على يد هؤلاء الارهابيين، بنعتبر ضحايا هذه الطائرة المركوبة وضحايا هذا العمل الإجرامي بالضبط زي ضحايانا اللي بيستشهدوا في سيناء وفي مصر وفي كل مكان على يد هؤلاء الإرهابيين المقاومين.